اهلا وريضاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كلكم بخير وبصحه جيده. يوم نهار جديد مع فيديو جديد ان شاء الله. الفيديو ديال اليوم غادي نصايب معكم واحد الوصفه، اولا غادي نتقاسم معكم الطريقه باش كنستخرج جيل من زريعه الكتان، يعني جيل ديال زريعه الكتان. ها هي عندي هنا واحد شويه، مازال غادي نقرب لكم الكاميرا وغادي نوريها لكم. هاد الجيل هذا راه كنستعملوه في بزاف ديال الوصفات، للشعر، للوجه، للجسم، اليدين، يعني كيليق بزاف ديال الحوايج كيليق ليهم. ان شاء الله غادي ندوز معكم الطريقه ديال استخراج الجيل ديالو عاده، باش من موراها غادي نعطيكم يعني لاش كيليق الوصفات اللي كنحتاجو فيهم هاد الجيل. غادي يعجبكم بزاف البنات، ولا مشيتو تجربتو ما غاديش تستغناو عليه. داكشي علاش قلت ندير الفيديو الاولاني، انني نتقاسم معكم الطريقه ديال استخراج الجيل باش كلكم تكونوا عارفين الطريقه باش نستخرجوه. ومن بعد ان شاء الله في الفيديوهات الجايين غنبدا ندير معكم كل مره فيديو فيه وصفه معينه، يا اما الشعر، يا اما الوجه، يا اما الجسم، يا اما اليدين، يا اما الرجلين. المهم راه كنحتاجوه في بزاف ديال الوصفات، وهو زوين بزاف وخطير بزاف. كيف ما قلت لكم من بعد ملي نستخرجوا الجيل ديالو غادي نشرح لكم لاش كيليق بالضبط. حاجه اخرى نقولها لكم، اللي اول مره كيشوف القناه ديالي او كيشوف الفيديو ديالي ويهبط لتحت يشوف الفيديوهات الاخرين، الا عجبوه، عجبته القناه، عجبو المحتوى اللي كندير، ما ينساش يتابونا ويدير زر الجرس او الضغط على زر الجرس باش يتوصل بكل ما هو جديد. عفوا، مع شحال هادي ما صورت فيديو، دابا تقريبا شي 5 ايام ما صورت فيديو، بديت عاوتاني شويه كنتلعثم في الهضره، ولكن معليش ما غاديش ندير لها المونتاج، غنخليها عفويه كيف ما هي. يلاه دابا اجيو معايا نشوفوا شنو غادي نحتاجو باش نستخرجوا هذا الجيل هذا. ها انتم البنات، هنا كنحتاجو واحد الكاسرونه، يعني ما تكونش كبيره، حيت انا غادي نصايب دابا غير شويه، ما غاديش نصايب بزاف. ها هي هنا عندي زريعه الكتان، انا غادي نحاول نديرها في يدي باش نقربها لكم تشوفوها، بالنسبه للبنات اللي ما عارفينهاش، حيت بالنسبه ل يعني اللهجات الاخرين اولا الدول الاخرين ما عرفتش اشنو كيسميوها بالضبط، واش بحالنا ولا لا، بحال تونس والجزائر ومصر وداكشي ما عرفتش اشنو كيسميوها. المهم ها هي هذه زريعه الكتان، غادي ناخذ تقريبا، راكم عارفين هاي الا قاست الماء كتبدا تلصق. غادي ناخذ تقريبا جهد جوج معالق، جوج معالق كبار، غتكون هي هذيك جوج معالق كبار. ها هي هما درتهم في كاسرونه، وغادي نزيد عليهم مقدار ديال كاس ديال الماء. بطبيعه الحال البنات، هاد زريعه الكتان خصها تكون نقيه، يعني تكونوا منقينه، محيدين منها الحجار، اي حاجه كتكون فيها خصها تكون نقيه، ما يكون فيها والو تراب لا حتى شي حاجه. انا غادي نديرها هنايا على عافيه مهيله، ما غاديش نزيد بزاف العافيه، غادي نخليها تبقى تطبخ 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 حتى نقولوا كيتبخر هذاك الماء وهي كتطلق لنا هذاك الجيل ديالها. المهم انا دابا درتها، غنخليها حتى تبدا تطبخ ونرجع لكم باش تشوفوا كيفاش غادي تولي. ها انتم البنات، هنا بدات كطبخ، شفتوها؟ ولكن كيف قلت لكم على عافيه مهيله، ما تكونش العافيه مجهده بزاف. شفتوا هذوك الفقاعات البنات؟ هذوك، هذاك هو الجيل ديال زريعه الكتان. دابا غادي نخليها بحال هكا كطبخ حتى يتبخر لي داك الماء كله ويبقى لي غير لو جيل، عاد نرجع معكم. ها انتم البنات، عاودت رجعت لكم باش نوريكم. ها هو، شفتوا؟ ها انتم، ها هو بدا كيتكون لينا الجيل. صافي راني قربت نطفي عليها، ها شفتوا؟ ملي كتشوفوها كتبدا يعني كتجربوها بالمعلقه كتشوفوها هكا كيبدا يختر هذاك الماء وكيولي، ما عرفتش كيفاش غنقول لكم، يعني الشكل ديالو بحال داك الجيل ديال الشعر ديال الدراري اللي تيديروا في الشعر، بحال هكذاك تيولي. ها يعني ما كيبقاش الماء جاري، هنا مازال راه خاصه واحد 3 دقائق بحال هكاك، وعاد غادي نطفي عليها ونرجع لكم. رجعت كنعاودها بهذا الزيت المشبك بحال هكا، كنبقاو نضغطوا عليها، ها هو لو جيل كيخرج لينا، شفتوه؟
هو كيبغي شويه ديال الصبر البنات باش تخرجوه بحال هكا. كنبقاو نضغطو 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 مزيان حيت الصفايه واخا هكاك ما خرجاتش ليا مزيان، وزيف حياتي ما عرفتش فين مشى ليا، كان عندي واحد الزيف كنصفي به ما عرفتش فين طار. المهم ها هي كنبقاو مكملين بهذه الطريقه حتى كنستخرجوا جيل كامل. راه تيعيب شويه البنات ها هو شتو، ولكن الا عرفت الفوائد ديالو ما غاديش تعيفوا منه. انا في الاول شحال هادي ملي كنت كنصايبو دوك جوج مرات ولا ثلاثه مرات، اول مره نصايبو عيفني، ولكن من بعد صافي ولفت. حيت ملي كنشوف النتيجه ديالو كيفاش كتجي لا في الشعر ولا في الوجه ولا في الوصفات كاملين اللي كنستعملو فيه، صافي قلت معليش انا غادي نستمر البنات بهذه الطريقه حتى نسالي ونرجع لكم. هانتوما البنات من بعد ما كملت الاستخراج ديالها اولا العصير ديالها، انا غنوريكم شحال خرج ليا. هانتوما النص ديال هاد القريعه، وهاد الكميه هادي راه تاخذ ليا مده طويله، يعني راه تاخذ ليا مره في الشعر وصفه للشعر، وتاخذ ليا جوج المرات للوجه اليدين. المهم راه غادي ندير بها بزاف ديال الوصفات. هاد شويه هذا اللي كتشوفوا اولا مثلا الا كنت غنستعملو غير لشعري غادي يكفيني جوج المرات هذا. وبالنسبه لهاد الزريعه هذه اللي كتبقى ليا راه ما كتلوحهاش البنات، غادي نحطها في الشمس حتى تيبس، يعني حتى تنشف، نبقى مره نحركها حتى تنشف، وغادي نطحنها، غادي نصايب بها مقشر الوجه واليدين والرجلين وحتى الجسم يا البنات. يعني ما تلوحوهاش، او ليلى ما كانش عندكم بلاصه فين تحطوها في الشمس، يعني ما كتضربش عندكم الشمس، او لا مثلا ما عندكمش بالكو او لا فين تحطوها، راه تقدروا تخليوها غير في الظل حتى تيبس شويه، وتفرشوا واحد الطاوه ديروا فيها داك ورق الطبخ وتحطوها فيه وتدخلوها للفران تيبسوها في الفران. عندكم تحرق لكم البنات، يعني غير تنشفوها في الفران صافي وطحنوها وتحتفظوا عليها في شي قرعه. ولكن بالنسبه للي غادي يطحنها خصكم تطحنوها مزيان مزيان مزيان، يعني ما يبقاوش فيها دوك تفرتي تغليظ باش ما يجرحش لينا الوجه ديالنا اولا الجسم ديالنا. بالنسبه للطريقه ديال التخزين ديال هاد الجل هذا، علاش قلت لكم احسن حاجه القرعه ديال الزاج، حيت القرعه ديال الزاج كيبقى مده طويله ما كيخفش دغيا، ماشي بحال البلاستيك بحال كيحماض اولا ما عرفتش كتغير الريحه ديالو، هو فيه واحد شويه ديال الريحه، ولكن الا درتو في بلاستيك بحال كيحماض، يعني الريحه ديالو ما كتبقاش بحال هكا، وريحته راه ماشي بجهده بزاف. كنغطيه بالنسبه الى كان الصهد بزاف البنات راه كديروه في الثلاجه، الا ما كانش الصهد راه تقدروا تحتفظوا به غير شي بلاصه فيها الظل، يعني ماشي في الشمس، الا كان البرد غير في الحمام اولا في الكوزينه، المهم غير ما تكونش ضاربه فيه الشمس البنات. غادي نعطيكم دابا بعض الوصفات اللي تنصايب به، كيف قلت لكم غادي نشرح لكم شنو كندير به، وان شاء الله في الفيديوهات الجايه غادي نطبق قدامكم الوصفات. بالنسبه للشعر البنات كنديرو هو كناخذ معلقه كبيره اولا معلقه ونص على حسب كل وحده والطول ديال الشعر ديالها، انا كتكفيني معلقه كبيره معلقه ونص كبار. كنزيد عليهم معلقه كبيره ديال زيت الخروان، وكنزيد عليهم معلقه صغيره ديال زيت الكوكو. كيف قلت لكم كتاخذوا خصالات ديال الشعر وكتبداو تطبقوها من الفوق حتى لتحت ديال الشعر، يعني من الجذور حتى للاطراف. علاش كتنفع هاد زريعه الكتان البنات؟ كتوقف التساقط بطبيعه الحال مع المداومه، هذاك الشعر اللي كيبدا يتهرس الزغبه ما كتبقاش تهرس. البنات اللي عندهم تقصف ديال الشعر اولا البنات اللي صابغين الشعر ديالهم وكله كيتشوط ليهم من التحت، راه كتحيد هذاك التشواط ديال الشعر. بلا ما نهضروا على الفوائد ديال زيت الخروع وداكشي الاخر حتى الفيديو اللي غادي نصور لكم، دابا غادي نهضر لكم غير على زريعه الكتان. وملي كتكونوا كتطبقوها وكتجبدوا الشعر ديالكم مزيان راه كتكون بحال كيغاتين طبيعي، يعني كتجبدي الشعر ديالك مزيان بحال كتصايبي الترطيبه ولا بحال كتصايبي كيغاتين، ومن بعد كتلوي الشعر ديالك وكتخليها ملي كتغسلي شعرك كيبقى مسبسب. بالنسبه للناس اللي عندهم دوك التموجات اولا دوك الدروج في الشعر ديالهم اولا بالنسبه للبنات اللي تيوقف ليهم الشعر ديالهم بزاف راه زوينه بزاف طبيعة الحال، كنقولها ديما في اي وصفه مع المداومه، ولكن راه من اول استعمال غادي يبان لك الشعر ديالك هبط ما بقاش واقف كي كان.
بالنسبة للوجه البنات، بالنسبة للوجه نقدروا نديروها هي كنديروا معلقة صغيرة ديال زريات ديال الجلد زريات الكتان، وكنديروا معلقة صغيرة ديال بياض البيض، وكنديروا في الوجه ديالنا بطبيعة الحال الوجه يكون مغسول كقناع. من بعد ملي كتنشف كنحيدوه، راه كتحيد البنات الزغب، كدير بحال لاسيغ اللي عندها الزغب هنا في الديوفي هاد البلاصه هنايا، المهم راه كتحيد الزغب بحال لاسيغ. بطبيعه الحال الزغب خصو يكون الزغب الرقيق، ماشي الزغب اللي غليظ بزاف راه ما غتنتفوش، ولكن الزغب الرقيق راه كتحيدو ومزيان، يعني كيتحيد بحال راه كي درتي لاسيغ، واخا هي كتقصح شويه ملي كتبغي تحيديه، ولكن زوينه. الا بغيتيها مثلا الحبوب او البقع، الا كانوا عندك الاثار ديال الحبوب في الوجه ديالك، راه كتستعمليها مع زيوت اخرين ان شاء الله، او مع مكونات اخرين، عفوا بغيت نقول مع مكونات اخرين ان شاء الله. في الفيديوهات القادمين غادي نوريهم لكم، يعني هذا الجل ديال زريعه الكتان راه خطير بزاف بزاف بزاف. بالنسبه لهاد الزريعه اللي قلت لكم راه كنديروا بها مقشر ان شاء الله، حتى هو غادي تشوفوه في الفيديوهات الجايين. حاجه اخرى بما كنتش نسيت شي حاجه، بالنسبه للمسام ديال الوجه البنات، المسام راه قلت لكم شحال من مره يكذب عليكم كذب انهم غادي يتسدوا دقه واحده من غير الا كان شي علاج طبي، هذا الشيء ما عرفتش. ولكن بالنسبه للحاجات اللي حنا كنستعملوهم في الدار راه ما يمكنش يتسدوا المسام دقه واحده، ولكن كيتنقصوا، اللي عندها المسام واسعه كيتنقصوا. كنستعملوا هاد الجل هذا مع مكونات اخرى ان شاء الله، حتى هما غادي نعطيهم لكم في فيديوهات جايين، باش كيضيقوا لينا المسام وما كيخليوش يتكون لينا دغيا دوك الرؤوس السوداء، يعني باش دغيا ما تبقاش باش ما يبقاوش يتكونوا لينا كيف قلت لكم الرؤوس السوداء بالزربه. بالنسبه لليدين، شنو المنفعه ديال اليدين؟ حنا عارفين دابا كنقيسوا بزاف جافيل، كنقيسوا بزاف المعقمات، الماء الصابون التيد، المهم هي ملي كتسالي الشقه ديالك كدهني بها يديك، كتسالي الشقه حتى حاجه صافي، كتسالي يديك وكدهني وكدير لهم بحال ماسك وكتخلي حتى كينشف وكتغسلي يديك. وبالنسبه للبنات اللي عندهم دوك الزغيبات صغيورين في اليد ديالهم وما كيحملوهمش كيبغيو يحيدوهم، راه كديريها هي وبياض البيض كيف ما قلت لكم بالنسبه للجيفي وبالنسبه للوجه، كتخليهم حتى كينشفوا كتجريه حيت كيولي لاصق بحال الكولا، كتجريه العكس ديال الجهه اللي غادي ليها الزغب، مثلا الزغب غادي هكا كتجري بالعكس باش كيتحيد هذاك الزغب، وفي نفس الوقت كتعطي واحد الرطوبيه لليدين، واحد البيوضيه لليدين، كتصفيهم كتحيد منهم هذوك التشققات. بالنسبه لشحال من مره نقدروا نستعملوها في كماسك اليدين ديالنا؟ جوج مرات في السيمانه لا اكثر، سواء بغيتوا غير ديروها تنشفوا تغسلوها، سواء بغيتوا تخلطوها مع بياض البيض وديروها، باش منها كتعطيكم فائده لليدين، منها كتجروا هذاك داك الماسك وكيحيد لكم هذوك الزغيبات. وكتستعمل حتى الجسم، كتستعمل الابطين، يعني كتستعمل كتبييض الابطين بطبيعه الحال، كنخلطوها مع مكونات اخرين ان شاء الله، راه عندها بزاف ديال الفوائد. داكشي علاش قلت انا ندير لكم هذا الفيديو هذا كيفاش كنستخرجوا الجل ديالها، وديك الساعه كل مره غادي نتقاسم معكم يعني وصفه متكونه من هذا الجل هذا، اولا وصفه متكونه من هذه الزريعه هذه، وان شاء الله غادي يعجبكم بزاف 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 الفيديوهات الجايين. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم، تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو اللي درت لكم وخديتوا فكره، وهنا وما تنساوش كاملين كلكم وجدوها البنات، صايبوها وديروها في قريعات، باش ان شاء الله ملي ندير فيديو ديال الوصفه تلقاو عندكم هذا الجل واجد. هنا وصلنا لاخر الفيديو، وغادي نخليكم وغادي نقول لكم باي باي حتى الفيديو الجاي ان شاء الله، وغادي نقول لكم رمضان كريم، حيت ما عرفتش واش غادي نحط فيديو اخر قبل رمضان ولا تيكون بدا رمضان، داكشي علاش هنا كنقول لكم رمضان كريم، الله يدخلوا عليكم بالصحه والسلامه وبالهنا واللي تمنيتو ان شاء الله، والله يرفع علينا هذا الوباء يا ربي يا ربي يا ربي. غادي نقول لكم باي باي، نعاودها عاوتاني.